أزمة إمام عاشور مع فرض الأمن في مول بالقاهرة ما كانتش الأزمة الأولى اللي بيعملها لاعبين خارج الملعب. في وقائع كتيرة شهيرة ما بين ضرب وسرقة وزواج عرفي وحتى قتل، أشهرها في 2005 لما تم اتهام عماد متعب بالاعتداء على ضابط شرطة في كمين مروري في المعادي. بحسب رواية الضابط، عماد متعب اعترض إيقاف سيارته لفحص الرخص، فرجع الكمين مع شوية من أصدقائه بينهم المطرب محمد عطية واعتدوا على ضباط الكمين. أما رواية متعب فكانت إن الضابط أهانه واعتدى عليه. في النهاية قررت المحكمة الحكم ببراءته. واقعة تانية في يناير اللي فات بطلها لاعب الزمالك إبراهيم صلاح لما مراته شهندة اتهمته في محضر بالاعتداء عليها وكسر سنانها، لكنه أنكر الاتهامات وقال إنها هي اللي تعدت عليه وإنه كان بيدافع عن نفسه وإنه حرر محضر ضدها. أما لاعب الزمالك السابق إسلام جابر اتحكم عليه بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ في يوليو 2023 بسبب اتهامه بسرقة عقد زواجه العرفي، وكانت واحدة قدمت بلاغ ضده لإسم شرطة الهرم اتهمته فيه بالزواج منها عرفي، وبعدها سرق ورق الجواز ورفض الاعتراف به ورفض إثبات النسب بعد ما عرف إنها حامل، وقالت إنها كانت اتعرفت عليه من خلال أحد الأصدقاء وإنه طلب الجواز منها بعقد عرفي بعد قصة حب بينهم، وبالفعل أجر شقة في منطقة الهرم، لكنه لما عرف إنها حامل أنكر الحمل وسرق ورق الزواج. واقعة مشابهة بطلها لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق محمد عبد الله في يوليو 2020 اتهمته فيها فنانة شابة اسمها شيما عادل بسرقتها والاعتداء عليها وإنكار زواجه العرفي منها، وقالت في بلاغ للنيابة إنه سرق متعلقاتها الشخصية ومبلغ مالي. وفي شهر مارس اللي فات وقعت مشاجرة بين محمود جابر نجم الإسماعيلي السابق ووالد عمر جابر لاعب الزمالك الحالي مع أمن إداري أحد كومباوندات الشيخ زايد، وده بسبب إن الأمن استوقفهم خلال زيارتهم للكومباوند وطلب الكشف عن هويتهم. الكلام ما عجبهمش فقرروا يتخانقوا معاه، وبعدها وصلت قوة أمنية للمكان وتم تحرير محضر من الطرفين، لكنهم اتصالحوا في النهاية. الواقعة المهمة برضو تخص لاعب الزمالك في السبعينيات إبراهيم الدسوقي واللي اتقتل على إيد ابنه المدمن لما ضربوا بفازة نحاسية على دماغه في شهر يونيو 2022 بعد مشاجرة بينهم لاعتراض والده على إدمانه. تم نقل الأب للمستشفى لكنه توفي بعدها بعشرة أيام بسبب نزيف في المخ وتم القبض على الابن. أما لاعب الإسماعيلي إسلام عبد النعيم اتقبض عليه في أرض الملعب في فبراير 2017 من الشرطة العسكرية بعد مباراة مع الأهلي بسبب هروبه من الخدمة العسكرية. وقتها حاول الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي التدخل لإخلاء سبيله لكنه فشل وتم ترحيل اللاعب على خدمته.